من بين هؤلاء إذا محمد العماري وغيره اللي التحقوا بالثورة الجزائرية في ظروف معينة، وفي الغالب كان بمطلب من القوات الاستعمارية، من قوات ديغول آنذاك، ومن سياسة ديغول المعروفة اللي كان دائما يردد أنه الجزائر ستبقى فرنسية حتى وإن استقلت، ستبقى في ثقافتها، ستبقى في تفكيرها، ستبقى في إطار النفوذ الفرنسي والأمة الفرنسية. وكانت بنيت سياسة، هذا حديث طويل طبعا في الموضوع هذا، لكن بنيت سياسة اللي هي سياسة اختراق الثورة، وتم تشجيع عدد كبير من هؤلاء للانضمام للثورة. مرة أخرى نقول باللي علينا أن نميز ما بين أن ليس كل من كان داخل الجيش الفرنسي أو من أدى الخدمة العسكرية داخل الجيش الفرنسي أو من تواجد داخل الجيش الفرنسي في فترات معينة أنه كان من هؤلاء، لا، كان من هؤلاء صنفين، صنف مخلص وطني معتز بجزائريته، معتز بإسلامه، معتز بوطنه، معتز بشعبه، وفي الغالب فرضت عليه ظروف تواجد داخل الجيش الفرنسي لأسباب متعددة ليس هنا مجال لذكرها، وبمجرد من اندلعت الثورة انضموا إليها، وكثيرين منهم انضموا في البداية، كثيرين منهم ولعبوا أدوار بارزة، وهؤلاء كثيرين. لكن صنف آخر، وهذا هو اللي يهمنا في الموضوع هذا، واللي انضم إلى الثورة نتيجة للسياسة الفرنسية اللي كانت تخطط آنذاك من أن هؤلاء هم اللي سيتولون قيادة الجزائر المستقلة، وبالتالي لابد من دعمهم ومساعدتهم حتى إذا ما استقلت الجزائر يكون استقلالها شكلي، يكون استقلالها معنوي أو إذا قلنا سياسي، ولكن يبقى حقيقة التواجد الفرنسي والنفوذ الفرنسي الثقافي اللغوي الاقتصادي التجاري يبقى متواجد، بل حتى يأثر على القرار السياسي. هؤلاء أيضا منهم من ضم نتيجة لطبعا حسابات خاصة وشخصية من أنه الجزائر المستقلة سيأخذ منها مناصب. من بين هؤلاء كما قلت مجموعة كبيرة، وشفنا أن أحمد بن شريف مثلا اللي كان داخل الجيش الفرنسي، واللي هو من أولاد القياد، من أبناء القياد اللي تعاونوا مع فرنسا طول عمرهم في منطقة الجلفة وما جاورها، وجدناه فيما بعد يلتحق بالثورة، ثم وجدناه مثلا عندما يلقى عليه القبض في إحدى العمليات، يقتل كل من معه إلا هو. فرنسا وحتى لما ألقت القبض على اثنين في الحقيقة، هو مجاهد آخر يسمى فلاح، قتلت المجاهد هذا اسمه فلاح رحمة الله عليه مباشرة، بينما أحمد بن شريف أخذ إلى باريس، وله صورة دارت آنذاك العالم كل هذه الصورة، وقدموه على أساس أنه رمز للثورة الجزائرية، وهي صناعة، كيف أن الاستعمار، كيف أن فرنسا تصنع، هذا هو الاختراق، كيف يتم اختراق جهات معينة بصناعة إعلامية، تم صناعته وتقديم صورته للعالم أنه رمز من رموز الجزائر، وظل في باريس في سجن باريزي، يقال سجن لكن كثيرين يشككون أنه أصلا كان في سجن، وأطلق سراحه في لما أعلن عن وقف إطلاق النار في مارس 19 مارس، ثم وجدناه بعد أقل من سنة، أولا وجدناه في كل المؤامرات اللي شملت الصيف 62، وفي 63 وجدناه يصبح هو قائد العام للدرك الوطني، منصب بقي فيه 14 سنة من 63 إلى 77، واللي بأتم معنى الكلمة جعل من منطقة الجلفة منطقة إقطاعية، وجعل منها من كثير من سكانها خدم عنده، بالرغم من المنطقة وهي التي فيها جبل بوكحيل واللي شهد كثير من المعارك الثورية البارزة لمفخرة الجزائر اللي كانت في جبل بوكحيل، اللي شهد هذه المعارك كما قلت، واللي أنتج واللي أنجب مجاهدين كبار في المنطقة، منطقة أفل ولغوات الجلفة. إذا حول منطقة الجلفة إلى شبه إقطاعية فيما بعد، ونعرف أن الدرك الوطني هو واحد كما يقول حتى
عبد الحميد إبراهيمي رئيس الوزراء الأسبق، واحد من أو كار في كتابه الشهير أيضا يسمى في أصل الأزمة الجزائرية حزب فرنسا، واحد من أوكار الفساد بيتم عن الكلمة، ولكن خاصة من أوكار الضباط فرنسا واللي لعبوا دور فيما بعد في عملية كثيرة، منها العملية الشهيرة لمقتل لإعدام شعباني أحد قيادات الثورة، أحد كبار قيادات الثورة وأصغر عقيد في الثورة الجزائرية. إذا قلت الحديث طبعا الآن هو مش على أحمد بن شريف أو غيره أو على نزار أو على محمد العماري، وهذو كلهم رموز من رموز ضباط فرنسا، ولكن الحديث كيف وصلوا هؤلاء. والكتاب تاع الخضر بورقعي يتكلم أحيانا لا يذكر الأسماء لأنه يقول أنه بعض الأسماء ما زالت متواجدة في السلطة وفي مراكز القرار، ولكن أحيانا يذكر بعض الأسماء. وطبعا اللي ما ذكرهاش الأخضر برقع ذكروها آخرين، من بينهم كما قلت عبد الحميد إبراهيم وغيره، كتب أخرى ذكرت فيها أسماء كثيرة، ولا تزال بعض الأسماء ربما مش معروفة للناس، لكن ربما إذا جاتني فرصة كل مرة نتكلموا على بعض من هؤلاء كيف اخترقوا الثورة الجزائرية، وكيف في الحقيقة هنا الدور اللي لعبه بومدين رحمة الله عليه هو بومدين في استخدام هؤلاء من أجل تثبيت سلطته، ومن أجل نعرف أن الصراع اللي دام في كان هناك صراع قوي في تونس حتى قبل الاستقلال، ولكن تمثل وظهر للعيان صراع جديد وامتداد للصراع اللي كان في تونس، وهو ما بين كما قلت في قبل ما بين قيادة أركان جيش الحدود ومنظمة والحكومة المؤقتة، ودخول أركان جيش الحدود ما يسمى بجماعة وجدة، آخرين يسمون جماعة لمسان، ولكن جماعة وجدة دخولهم على الدبابات إلى العاصمة في أوت وسبتمبر 62 واحتلالهم العاصمة بالقوة وانقلابهم على الحكومة المؤقتة. كتاب قضية الاختراق للثورة الجزائرية يذكرها الكتاب هذا اللي قلت اغتيال شاهد على اغتيال الثورة، ويذكرها المجاهد الكبير الأخضر بورقعة، ويتحدث عن قضايا خطيرة للغاية، يتحدث ويقدم معلومات بالغة الأهمية من شاهد على الأحداث، من مجاهد كبير رأى بيوم عينه كيف اخترقوا هؤلاء وكيف اخترقوا الثورة واستخدمهم بومدين من أجل تثبيت سلطته. واللي نعرفه فيما بعد أن بومدين استولى مباشرة بعد ما أنهى الصراع مع الولاية الثانية والثالثة اللي كان يقودها آنذاك مجموعة من كبار المجاهدين بما فيهم أيت أحمد، خاصة الولاية الثالثة والولاية الرابعة أيضا، كيف أن جيش الحدود كسر هذه الولايات وقتل، ونعرف أنه رسميا هناك اعتراف بمقتل 2000 مجاهد أغلبهم من جيش الحدود في معارك صيف 62 ما بين جيش الحدود والولايات اللي رفضت اغتصابه للسلطة، خاصة الولاية الثالثة وإلى حد ما الولاية الثانية والرابعة. إذن كيفاش هؤلاء اغتنموا هذه الفرصة، الصراعات ما بين المجاهدين ما بين جيش الحدود وولايات الداخل، وكيفاش وصلوا إلى مراكز مهمة وحساسة بما فيهم أحمد بن شريف كما قلت وآخرين اللي راح نعرفوهم ونذكرهم ربما في لقاءات أخرى، وكيفاش فيما بعد نجد أن استمرارهم مباشرة واستيلائهم على سلطة تدرجا، وفاة مودين سنة 78 أدت إلى ظهور واحد من كبار هؤلاء وهو العربي بالخير، وإلى دخوله إلى مركز حساس جدا وهو مع الشاذلي بن جديد كرئيس للديوان وكأمين عام. ونعرف ما بعد أن العربي بالخير يلعب دور بارز وكبير في تنحية كبار الضباط من ضباط الجيش الوطني الشعبي اللي أصلهم من الثورة، ويتم ترقية ضباط اللي كانوا لدى الجيش الفرنسي إلى على المراكز وعلى المراتب، وتستمر هذه العملية، ومن بينها إقالة بلوصيف سنة 86 وتنحيته على أكبر رتبة عسكرية
ومركز عسكري واستبداله بضباط الجيش الفرنسي إلى غاية أن يصل نزار ويصبح وزير الدفاع في 89 أو 90، وآخرين يستولون بأتم معنى الكلمة على قيادة الجيش الجزائري بما فيهم توفيق ليستولي على المخابرات، بما فيه محمد العماري فيما بعد ليستولي على قيادة الأركان، وآخرين كثيرين ستأتي فرصة. المهم هذا الكتاب شهادة على اختراق ضباط فرنسا للجيش الجزائري ولتدمير الثورة الجزائرية من الداخل ولتدمير الجزائر من الداخل، نتيجة ما عجزت عنه فرنسا بقواتها اللي وصلت إلى حد 1,000,000 في فترة معينة استطاعت أن تصل به عبر مجموعة من هؤلاء اللي رباتهم واستخدمتهم من أجل تحقيق مصالح فرنسا. تحياتي لكم جميعاً.